اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من انتحار. احتفلت اليوم الكنائس الكاثوليكيه في مصر وعدد من الدول العربيه بعيد الميلاد المجيد، وتزينت الكنائس بالشموع والانوار واشجار الكريسماس احتفالا بعيد ميلاد السيد المسيح. نهني الاخوه المسيحيين الكاثوليك بهذا العيد ونتمنى ان شاء الله عام جديد سعيد عليهم وعلينا ان شاء الله. سنه 2014 وما شهدته من اعمال قرصنه وانتهاك صريح الحقوق الملكية الفكرية التي هددت صناعة السينما في وقت من الأوقات ودفعت كثير من المنتجين للعزوف عن إنتاج أعمال فنية جديدة سواء على صعيد الأفلام أو الأغاني. موضوع حقوق الملكية الفكرية كان واحدا من أهم الموضوعات التي طرحت تحت الفترة الماضية، وكانت من أهم الموضوعات التي نقشت في الدستور الجديد دستور 2014، وطبعا تم طرح هذا الموضوع في وسط الأوساط الثقافية والفنية. علشان كده وإحنا على مشارف عام جديد عام 2015 هنطرح السؤال: هل آن أوان الفهم الصحيح لأهمية الملكية الفكرية في تنمية المجتمع وخلق دولة جديدة، دولة العلم والإبداع والابتكار التي تحترم حقوق المبدع وتحترم حقوق الدولة في حقها من هذا الابداع والفلوس اللي بتروح عليها وبتروح على المبدع؟ ده اللي هنتعرف عليه ونطرحه خلال لقاءنا مع الشاعر والصديق شعر الجميل الكبير جمال بخيت، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، وهو مهموم بهذا الموضوع، بل على العكس ده كذا مرة يحضر جلسات في الدستور، في يعني اللجنة اللي كانت مشكلة من اجل الدستور مخصوص علشان حقوق الملكية الفكرية اللي بيعتمرها جمال، واحنا من وراه وبجانبه قضية حياته. الليلة دي في انتحار هيكون كمان لنا لقاء مع الفنانة نشوى مصطفى الجميلة الرائعة، الممثلة خفيفة الدم والممثلة تراجيديان الهائلة اللي انا شايفها من وجهة نظري ممثلة تراجيديان لا تقل عنها كممثلة كوميدية. في حوار هنتكلم مع نشوى عند حدود الموضوعات الفنية، مش عند الفن بس، لكن هنتكلم عن كثير من القضايا المطروحة على الساحة والموضوعات اللي بتهم المجتمع. زي ما عودناكم في انتحار كل يوم تقريبا بنقدم مواهب شابة جديدة بتحاول تقدم شيء جديد ومختلف، سواء من خلال افلام، اغاني، رسومات، كاريكاتير، وهي بتعبر عن احلام هذا الجيل. الليلة دي هيكون معنا صناع الفيلم القصير ما تبقى، المخرج سعد سمير وبطل الفيلم الممثل عماد اسماعيل. اما سهرتنا الليلة فهتكون سهرة غنائية مع صوت فلسطيني ثائر جمع الايقاع بالكلمه في محاوله لكسر حواجز الصمت من خلال اغنياته المشغوله والمهمومه بفلسطين وقضايا الوطن العربي، وهو طارق ابو كويك الملقب بالفرعي. انتظرونا في لقاء هنسمع فيه اغاني ومزيكا الفرعي، وهنتناقش معاه في القضايا اللي بيطرحها من خلال الاغاني، قضايا الوطن والمواطن. قبل ما نخرج فاصل اسمحوا لنا نهنئ ابطال وصناع فيلم بتوقيت القاهره اللي اول مره كنا نعرفه كان في استضافه النجم الكبير نور الشريف معانا هنا لما اتكلم عنه، ثم استضفنا المخرج الجميل جدا 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 مخرج ومؤلف الفيلم واللي عدلنا نجوم كبار غابوا عن السينما، سواء استاذ نور الشريف، سواء الاستاذ سمير صبري، الفنانة العظيمة والكبيرة ميرفت امين. كمان احنا زي ما بنهنيهم بنهني امير رمسيس وجميع ابطال الفيلم، وبنقدم لكم يعني بعتن لنا اكسكلوسيف كده للبرنامج اغنية الفيلم اسمها ورق النتيجة بصوت المطربة غادة رجب. هنسمع الاغنية وبعدها فاصل ونبدأ اولى فقراتنا من انتحر. Thank you.
ورق النتيجة كتير وقع مليانة أيام وبوضع. دلوقت أنا ما بقتش أنا، بيني وبيني طريق وسع. جوا المراية أنا بعترف إحساسي بيه مختلف. أنا خايفة ليه؟ أنا شايفة إيه؟ من ضل ليه أنا بتفزع؟ شريط حياتك أوقف من موت لموجة بتحدف. كل اللي عشته للأسف ما فهمته. افتكر بعد ما نوصل للمرحلة دي ممكن نختار. ورق النتيجة مش ورق، أيامه مني بتنسرق. وناديت لها ملحقتهاش، تاهت وضاعت في السبق. جوا مرايتي كتير وشوش، أنا وشي فين معرفتوش. تاه في الطريق قلبي البريء بين الملايكة والوحوش. نفسي يهود قلبي بريء يحمي على حجر الطريق. وارجع واحب كل شي ولا عمري اللي تاه. نفسي يهود قلبي بريء واخرج من الحلم الغبي واسامح الايام واعيش وقلبي ينبض بالحياة. الطريقة الوحيدة اللي هتفهم بيها ان ما ينفعش تبقى جزء من الرحيل.